بسم الله الرحمن الرحيم. يا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون دون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء والله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
Baru saja Anda mendengarkan dan menyaksikan.